بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. إجابة عن سؤال وردنا: عمل جدول متغير تلقائي في الإكسل. الفيديو ده في مهارات تطبيق الإكسل المحاسبي تبع لحزمة أوفيس، مايكروسوفت أوفيس. أنا عندي مسألة، هي اسم المدرسة وعدد الطلاب. لو كتبنا هنا عدد الطلاب 6 يظهر لي الجدول، تصميم جدول مكون من 6 صفوف، ولو غيرت رقم 6 ده خليته مثلا 1 يبقى الجدول يتم تغيير تصميم الجدول الى رقم 1، ولو زودته خليته مثلا 13 يظهر لي جدول مكون من 13 صف، ولو غيرت اي رقم هنا الجدول بيتم تغييره تلقائيا للرقم المراد. الكلام ده ازاي يتم في الاكسل من غير اكواد ومن غير فيجوال بيزك ومن غير اي تعقيدات خالص؟ انا هعمل نفس التصميم ده في صفحة تانية اهوت. كتبت اسم المدرسة وعدد الطلاب، هكتب هنا عدد الطلاب المفروض لما اكتب 5 يظهر لي هنا 5، المفروض يظهر لي كده، فده اللي هنشتغل عليه حاليا. هنحاول ان احنا نتعرض لبعض مهارات الاكسل ببساطة خالص ونتعلم منها ان شاء الله بعض المعلومات وبعض البيانات وبعض المعادلات البسيطة خالص السهلة خالص. خليك معايا، ويا ريت لو حضرتك تقدر تفتح ملف اكسل وتطبق معايا خطوة بخطوة وكلمة بكلمة، ويعني مع بعض كده. الاول انا عاوز هنا يظهر رقم 1، انا ممكن اكتب هنا 1 وهنا 2 وبعدين اسحب كده، ده هيعمل لي ترقيم مش كده؟ بس ده مش هو اللي انا عاوزه، ده مش هيوصلني للنتيجة اللي انا عاوزها. طيب انا همشي معاك خطوة بخطوة علشان برضو لو ايه يعني ادينا بنتعلم. هنا هستخدم دالة رو، هقول يساوي رو ار او دبليو. الرو دي بيديني رقم الصف اللي انا واقف فيه، افتح القوس واعمل له اغلاق تاني واضغط هيقول لي الصف اللي انت واقف فيه ده رقم 5 ماشي. ولو سحبت كده المعادلة بتاعتي هنا في رو اهوت ال11 ماشي، طبعا ده برضه هيديني ترقيم ولكن مش ده اللي انا عاوزه. اصلا بادئ ب5، طب ازاي نبدا من غير 5؟ نبدا ب1، هقول له ناقص 4 اطرح منه 4، 5 دول اطرح منهم 4 يظهر لي 1، وبعد كده اسحب كده المعادله بتاعتي يظهر لي ترقيم، بس برضه مش ده اللي انا عاوزه، ده مش هيوصلني لاي حاجه حاليا في الشيت بتاعي. انا عايز التيبل بتاعي ده، الجدول ده، يتم عمل ترقيم تلقائي بنفس الرقم اللي هو عدد الصفوف اللي موجود هنا في بي 2 ماشي. فهمسح ده تاني، الرو انا مش محتاجه خلاص، مش هشتغل بيه. انا هعمل ايه؟ انا هروح على هنا وهقول له بيساوي الخلية دهيت اف، هستخدم دالة اف يعني لو، وافتح قوس واقول له اللوجيكال تيست يعني الشرط بتاعي، لو البي 2 اكبر من او تساوي، شوف اكبر من او تساوي بتتكتب بالطريقة دي، اكبر من او تساوي 1، وبعدين انتقل للفاليو اوف ترو. لو حصل الكلام ده اديني هنا 1، اكتب لي هنا 1، ولو ما حصلش الكلام ده اديني فراغ، فراغ يعني فاضي، خد بالك فراغ غير الصفر، لان الصفر قيمه انما الفراغ ليس قيمه. خلاص كتب لي هنا 1 لان هنا الشرط ان هو بي 2 يكون اكبر من او يساوي 1. طب لو سحبت، طبعا المفروض ان انا هنا اثبت، لو طالما هسحب يبقى اثبت البي 2 من بإف 4 من لوحة المفاتيح مرة واحدة ماشي، وبعدين اسحب. لما سحبت اداني 1 1 1 1 ماشي، شغالين صح كده، بس كلمة 1 دي انا مش عايزها 1، انا عايزها 2 3 4 5. تعال نشوف هنعملها ازاي دي. نمسح ده الاول. انا هستخدم دالة اف تانية، هقول له بيساوي اف، خد بالك هما مرتبطين ببعض اهو، وافتح قوس. هنا هستخدم دالة اف، ودالة اف يعني دالة كثيرة الاستخدام في الاكسل، ولازم افتح قوس علشان طبعا يفتح لي يعمل لي الدالة اللوجيكال تيست اللي هو الشرط. بقول له لو ال A 6 ال A 5 ال A 5 اصغر من او تساوي، اصغر من او تساوي بتتكتب بالطريقة دي ماشي. البي 2 مع تثبيتها اضغط على اف 4 من لوحة المفاتيح علشان اثبت الخلية ديت، عشان لما اسحب المعادلة ما تحصلش مشاكل، وبعدين فاصلة منقوط عشان انتقل لفاليو اف ترو. اديني فراغ ماشي، وان ما كانش يعني فاليو اف فولس، لو القيمة لو الشرط ده لم يتحقق
اديني الـ A5 وزود لي عليها 1+1. خلاص لما ضغطت انتر ظهر هنا رقم 2. لما سحبت لتحت كده، خد بالك انا هسحب كتير اهو اهو لحد 15، سحبت لحد 15، ايه اللي ظهر؟ ظهر معايا ادي 1 2 3 4 5، لان هنا في رقم 5. 6 ما ظهرتش، في 7 و 8 و 9، مع اني ساحب لحد رقم 15، لحد العمود الصف اللي هو رقم 15. طب تعال نغير الخمسة دي نخليها 2. ايه اللي ظهر معايا؟ 1 2 1 2. طيب خلينا نخليها 8، ظهر معايا لحد 8. تمام، انا هسحب المعادلة ديت لتحت كمان لحد 100 مثلا او لحد 200. خلاص سحبت المعادلة بتاعتي هنا في رقم 200، دي في معادلة اهي. تمام، انا سحبت لحد العمود رقم الصف رقم 200. تعال نطلع تاني كده. هنا لو صغرنا العرض بتاعنا وكتبنا هنا 20 او 22 اهو، ظهر معايا لحد 22. لو كتبت 100 هيظهر معايا لحد ايه؟ لحد 100 اهو. تمام شغال. بعد كده انا عاوز اعمل تنسيق شرطي بالرقم ده. اول ما يظهر رقم هنا يتظلل يعمل فيل للصف بتاعه ويعمل حدود له. لو هنا مثلا خلينا نشتغل على الرقم 5 اهوت، لو هنا 5 يعمل فيل وحدود للخمس صفوف دولت. ماشي، انا هستخدم دالة، ممكن استخدم دالتين، او ممكن يعني من الحلول المقترحة ان احنا نستخدم دالة is number او is blank، ولكن is blank مش هتظهر معايا، مش هتأدي معايا الغرض ده. is blank يعني هل الخلية دي فاضية. تعال حتى نجرب is blank ده عشان نتعرف عليها. is blank اللي هو اول واحدة دي، التحقق ان المرجع يشير الى خلية فارغة اهوت. هختارها وهروح اختار المرجع بتاعه اهوت. هل دي فارغة؟ فيها رقم 1، خد بالك قال لي فولس يعني مش فارغه. طب تعال نسحب كده، دي فولس مش فارغه، ودي فولس مش فارغه، ودي فولس مش فارغه، ودي فولس مش فارغه. طب دي فارغه اهي، ليه اداني هنا فولس؟ عشان كده قلت لك المعادله بتاعت الداله بتاعت اس بلانك مش هتنفع معانا هنا في الوضع اللي احنا فيه ده، لان دي مش بلانك، خد بالك دي مش فارغه، دي فيها معادله اهي، فيها معادله، فيها قيمه ادت لمعادله. خلاص اهوت، ودي فيها قيمة عشان كده اداني هنا فولس، قال لي هي مش فارغة ده فيها كلام، ده مش هستخدمه. انا عاوز استخدم الدالة اسمها is number isn is number، يعني هل القيمة دي فيها رقم؟ هل الخلية دي المرجع ده فيه رقم؟ قال لي ترو، واسحب كده. طبعا هسحب من هنا من مقبض السحب ده، قال لي ترو 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 اهوت، وهنا فولس. خد بالك من ترو فولس ده اللي بيحصل لها لما اغير الرقم ده، خليه هنا 10، ظهر معايا ترو لحد رقم 10 اهوت، وبعد كده فولس. طيب لو غيرنا الرقم ده خليناه 3، ها خد بالك هنا ظهر ترو ترو فولس فولس فولس. هي ديت اللي هستخدمها is number. هاخد المعادلة ديت كوبي كنترول سي واضغط سكيب، وبعدين احدد النطاق بتاعي اللي هو اللي انا عاوز اعمل فيه التنسيق الشرطي لحد 200 مثلا اهوت، لحد رقم الصف رقم 200. انا حددت كده من A5 لC200. ماشي، بعد كده هروح على التنسيق الشرطي واعمل قاعدة جديدة، وهستخدم صيغة استخدام صيغة لتحديد الخلايا، وهروح هنا احط الصيغة بتاعتي اعمل لها باست. طبعا مش هيظهر معايا الباست، فهعمل ظهر معايا اهوت هنا is number و A5 هتظهر. بس عندي مشكلة واحدة، ولكن تعال نطبق الاول وبعدين نشوف المشكلة هتظهر معانا ازاي. انا عاوز اعمل تيبل يبقى هنا في حدود، واعمل كل الحدود سواء بالخط ده او اي يعني خط انت تختاره، وكمان ممكن باللون كمان من هنا اي لون انت حضرتك تختاره اهوت، وادي الخطوط كلها باللون ده. ماشي موافق؟ خلينا نعمله تعبئة كمان.
بلون خفيف كده، ممكن اختار طبعا الالوان من هنا ونقش وكل حاجة يعني. موافق، وبعدين موافق، هتظهر معايا مشكلة. ايه المشكلة؟ ان انا ما ثبتش العمود بتاعي اللي هو الايه 5. تعال بقى ندخل على إدارة القواعد من هنا من التنسيق الشرطي، وأحدد القاعدة ديت وأعمل لها تحرير القاعدة. الـ A ده هيت، أضغط على F4 هنا، أثبت الـ A كده، أثبت الـ A وأعمل موافق، تطبيق، موافق. شايف إيه اللي ظهر؟ تعال نحذف، نحذف الصف ده مش محتاجه. هنا لما تكتب هنا في عدد الطلاب 11 هيظهر معايا تيبل بنفس التنسيق اللي انا يعني حددته في 11 صف. لو هنا عملت 15 ظهر معايا تيبل ب 15، هنا 2 ظهر معايا تيبل ب 2، هنا 9 ظهر معايا تيبل ب 9. الموضوع سهل جدا وبسيط خالص، ما فيهوش اي مشكله. هما 3 خطوات مبنيين على بعض. الخطوة الأولى إن أنا أوصل هنا لرقم 1، ماشي، لو دي فيها قيمة يضيف لي هنا رقم 1 بالمعادلة ديت. تعال نكبر الشيت بتاعنا شوية عشان نشوف. الخطوة الأولى إن إحنا نضيف هنا رقم 1 بالمعادلة ديت. لو الخلية ديت فاضية فارغة إديني هنا فراغ. تعال كده أهوت فارغة هيت، شال كله، شال الرقم 1 من هنا. رقم 1 ده مبني عليه بعد كده المعادلة ديت. بقول له لو الـ A5 اللي هي ديت أصغر من أو تساوي الـ B5 أصغر من الخمسة، يعني اديني الـ A5 وزود عليها 1 عشان يديني رقم 2، ودي المعادلة التانية بتاعتي. وسحبت لتحت خلاص لحد رقم 200، هنا فيه معادلة طبعا نفس المعادلة، وهنا فيه نفس المعادلة، وهكذا. ماشي. بعد كده استخدمت المعادلة الدالة بتاعت is number، هل ده فيه رقم ولا لا؟ طبعا ده فيه رقم، ده فيه رقم، ده فيه رقم، ده فيه رقم، وده ما فيهوش، ده ما فيهوش رقم ولكن فيه قيمة، خد بالك. عشان كده ما قدرناش نستخدم is blank، انما استخدمنا is number، هل دي فيه رقم؟ حاليا ما فيهوش، عشان كده هيديني هنا false. خدت المعادلة اللي هي بتاعت is number، الدالة بتاعت is number، ورحت وضعتها في التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي من هنا، إدارة القواعد اهيت، ماشي. طبعا ما ظهرتش معايا هنا لأن التحديد الحالي، أنا هنا بره التحديد اهوت. أضغط هنا على ورقة العمل هذه، ظهر معايا الصيغة بتاعتها اهيت، تحرير القاعدة ظهرت معايا اهيت. لازم تثبت الصف، ماشي، تحط اس دولار ساين قبل الاي، وتسيب الـ لازم تثبت العمود اللي هو الاي، وتسيب الـ الصف مطلق لان انت هتسحب لتحت، والمعادلة دي هتسحب للتحديد اللي انا كنت محدده كله. وبعد كده من التنسيق من هنا تعمل التعبئة بتاعتك اللي انت عاوزها، والحدود اللي انت عاوزها للخلية لانه بيعمل تحدد للخلية او للصف ده. وممكن هنا كمان من الخط تستخدم الخط مائل وغامق والكلام ده، والتنسيق بتاعه انه متوسط ولا مش عارف ايه، ماشي. والتنسيق كمان بتاع الحاجات دي ممكن كل ده تستخدمه من هنا خلاص من التنسيق الشرطي. وبكده نكون يعني جاوبنا على السؤال بصحيح. يعني يمكن اكون طولت عليكم شويه، ولكن التفصيل والتفسير والشرح في دوال الاكسل في الحالات اللي هي المسائل اللي زي دي يعني فيها الكثير من الـ يعني الفائده. أرجو إن حضرتك تفتح ملف إكسل، فايل كده بتاع إكسل فارغ، وتبدأ تطبق عليه. لو عملت الكلام اللي إحنا عملناه ده إن شاء الله تستفاد كتير، هتمر على دالة إف مرة واتنين وتلاتة والتنسيق الشرطي، وهتمر على حاجات كتير وهتتعلمها، وياريت تعلمها لغيرك وتشارك المعلومة وتشترك في القناة. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.